وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من واسط الناشطة في التظاهرات الدكتورة هدى جاسم. أهلا ومرحبا بك دكتورة في جولة العصر اليوم الإخبارية من قناة الرافدين. بداية، ما هو موقفكم كثوار من حكومة علاوي الذي أعلن عنها يوم أمس؟ أهلا وسهلا بك أستاذنا، وأتشرف أستاذ. بالنسبة حياك الله، لحكومة تفضل. محمد توفيق علاوي، اللي معروف عن الحضارة العراقية حضارة عظيمة عريقة، يعني عمرها 7000 سنة. يجي شخص يعني يرشحونه أحزاب، والأحزاب اللي معروفة اللي بالعراق مو حزب واحد. احنا لو حزب واحد كان قدرنا بيوم أو بين عشية وضحاها نقلب الموازين، لأن العراقي صبور، من طبعه صبور، لكن إذا صبره فاق الحد بعد ماكو ما نقدر نصبر، وصبرنا إلى حدود. فلما جابوا محمد توفيق علاوي، العراق كله مقابل به، ومو فقط العراق، الثوار اللي خرجوا واللي صبروا وصارنا خمس أشهر. بالنسبة أن محمد توفيق علاوي والكابينة الجديدة والمرشحين الجديدين اللي رشحوهم للوزارة كلهم مقابل بيهم الشعب العراقي، كلهم مقابل بيهم الشعب العراقي. بالنسبة المجموعات اللي خلوها احنا على اساس تصير موعد انتخابات مبكره، قسم من عندهم ما قبلوا، لانه القسم الاكبر يريد المناصب إلى، لانه عنده هو دوره انتخابيه عنده. طيب، بالكلام يعني بالكلام عن المناصب وبالكلام ماشي من عندها السابق، يعني ماشي من عندها تقريبا سنتين بعدهم ما مكملين. طيب دكتورة بالكلام عن توزيع المناصب، المناصب، نحن نعلم يعني الدوافع المتظاهرين لرفض علاوي وحكومته، لكن يبدو أن الحكومة أو الأحزاب السياسية والكتل السياسية هي فيما بينها غير متفقة. يعني الآن يتم تأجيل جلسة مجلس النواب إلى يوم الأحد المقبل لمنح الثقة إلى علاوي من عدمها، لكن يعني الحكومة والأحزاب غير متفقة ولا تعطي بالا إلى الثوار، كيف سيتم التعامل معها؟ صحيح أستاذ. بالنسبة أن مجلس النواب ضمن منها يعني صارت حالة تسيب وحالة رشوة يعني شكو شغلات سيئة تصير بمجالس البرلمان. واحدة من الشغلات اللي صارت أنه الأحزاب بالأخص الفتح وسائرون دا يضغطون على محمد توفيق علاوي. استاذ، انا اريد اعلن مو فقط على صعيد العراق، اريد اعلن للدول العربيه ودول العالم، احنا قاعد نقول لهم محمد علاوي مرفوض، لازم يعرفون ليش مرفوض. استاذي العزيز، مرفوض لانه هم خلوه، مو الثوار ولا العراق اللي يريد يتحرر، مو احنا اللي خليناه، هم جابوه نتيجة المأرب من مآربهم، إنه شخصية ضعيفة، بالإضافة إنه مو فقط شخصية ضعيفة، أستاذ هذا إنسان متهم، وسبق وأنه العالم والعراق كله يعرف عنه إنه يعني محكوم عليه 7 سنوات. زين، أنت قيس إذا هذا إنسان محكوم وماكل مال العراقيين وعنده سوابق، شلون يجي للسلطه؟ راح اقول لك ليش اجى للسلطه، اجى للسلطه نتيجه احزاب من ضمنها السائرون، من ضمنها الفتح. طيب، اللي هم اكدوا ورادوا، ليش رادوا؟ لانه ضعيف شخصيه، ومن خلاله يقدرون انه يحصلون على الامتيازات دكتورة، اللي هم يردوها. لكن الطرف الاخر، الطرف الاخر يقول انكم لم
تعطوا محمد توفيق علاوي فرصة لكي يثبت نفسه، خصوصا أنه وعد بأن يعود العراق إلى سابق عهده قبل الاحتلال الأمريكي. ليش ما نعطيه شنو نعطيه فرصة؟ على طيب. أي أساس نعطي فرصة؟ إحنا أصلاً إحنا ما رايدين. طيب طيب دكتورة، يعني أنا أتكلم الآن ما يقوله الطرف الآخر، يقول أنا أنكم راح أقاطعك أستاذ. إحنا من ضمن الأشياء اللي ردناها بالمرشح الجديد الرئيس الوزراء يجب أن يكون غير مزدوج الجنسية. زين هو أصلاً مزدوج الجنسية. زين هو أصلاً عمره كبير. هاي وحده من المواصفات اللي احنا اصلا ما ردناها بي، بالاضافه لانه اختاروه مو باختيارنا مو برغبتنا، اصلا احنا ما رايدينه، الشعب العراقي كله ضده، ما رايدينه استاذ. طيب دكتوره نحن نعلم المتظاهرين والشعب العراقي يرفض محمد توفيق علاوي والاحزاب، لكن انا اتكلم الان ما يقولوه الاحزاب والكتل السياسيه، يقولون انكم لم تعطوا فرصه له، وانه وعد بان يعود العراق الى سابق عهده قبل الاحتلال الامريكي للعراق فيما يخص الزراعه والصناعه والاقتصاد، اذا لماذا لا تعطونه فرصه؟ والى اي مدى تعتقدون ان محمد توفيق علاوي يستطيع تنفيذ وعوده؟ هذا هو السؤال. راح أقول لك أستاذ أكو فد مثل عراقي، يعني الكبارية اللي موجودين بالبلد واللي إحنا وعينا عليه، راح أقول لك هذا المثل، خلي يضحك علي اللي يريد يضحك وخل، بس هذا أنا أقول لك ودع البزون شحمة، أو تعرف شنو مقصدي، وأني عد كلامي لما أقول لك ودع البزون شحمة. إذن احنا هاي مؤامره علينا لما جابوا وخلوه بهذا هذا المنصب، هو مو كفوء لهذا المنصب واحنا ندري به، ولو كفوء لهذا المنصب كان رحبنا به وما ظلنا محترمين ولا ظلينا يعني ملازمين خيمنا. ليش لازمنا خيمنا استاذ؟ ليش هسه احنا بدنا نتعرض للقمع، نتعرض للإبادة، نتعرض للقتل، نتعرض يعني أشكال وأنواع الأساليب تعرضنا لها، وإحنا لازلنا متواجدين بالساحات ولازلنا ثوارنا صامدين وحتى ديباتون بالخيام، وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية والظروف الجوية اللي تمر بالنسبة إحنا لمحافظتنا، يومين محافظة واسط يعني أمطار وشيول وتعرضنا، ومع ذلك يسمعون كل دول العالم وكل الدول العربية وبالأخص العراقيين. طيب. اللي ما خرجوا للتظاهرة يعرفون الثوار شنو، ليش وقفوا بالساحات؟ احنا طيب. ليش وقفنا بالساحات؟ دكتورة في حال كان ما وقفنا ضده ولا وقفنا ضد الحكومة. طيب. لأن معلوم. الحكومة اللي رشحتها أستاذ، الحكومة نعم. اللي رشحتها معلوم. معلوم. رشحتها نتيجة لأسباب نعم. في حال قام البرلمان العراقي بتمرير حكومة الأحزاب وحكومة محمد توفيق علاوي، ما موقفكم أنتم كثوار في هذه الحالة؟ أستاذ هسه أكو يعني جماعة دي يسربون أخبار، هاي الأخبار كانت تكون يجوز مو صحيحة ويجوز صحيحة. من ضمن الأخبار اللي يعني دا تتسرب أنه مجموعات رشحوها للوزارة، من ضمن وزارة الخارجية اللي رشحوا جابر حبيب اللي هو اصلا كان سفير سابق. نعم. اما بالنسبه لوزاره الاعمار رشحوا لنا رياض كاظم، وزاره النفط رشحوا لنا حسين احمد جعفر، وزاره التعليم العالي رشحوا لنا مزاحم قاسم، وزاره الهجره والمهجرين رشحوا لنا السيده بلسم جميل. استاذي العزيز، قسم من هذول الشخصيات اللي رشحوهم اصلا احنا ما نعرف لا عن تاريخهم السياسي، ولا نعرف هم منين وهم اصلا من العراق. والشيء الثاني، قسم من عندهم اللي احنا نعرفهم اللي يعني استخرجنا ماضيهم، قسم من عندهم تابعين للاحزاب، فاحنا ثورتنا تقول كلا للاحزاب. طيب. احنا طيب. اصلا ما نريد واحد، نريد واحد مستقل، ما نريد واحد يعني متحزب وجاي يعني شلون يجي الوزاره؟ زين احنا على بود ما طلعنا، على بود ما طلعنا. نعم. ليش مو احنا طلعنا ضد الاحزاب؟ يجيبون لنا الاحزاب يرجعوهم بغير طريقه، ما يصير هالشكل. نعم. الناشطه في التظاهرات بمحافظه واسط الدكتوره هدى جاسم، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.